الجمهور للنادي الاهلي زي ما قلنا قبل كده، المفتاح البطوله اللعب برجوله. بنحيي جمهور النادي الاهلي على التواجد الكبير لعيبه النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف ببارك لك، لعبتنا رجاله الحقيقه النهارده، يمكن اثبتوا ان هم رجاله. لسه ما حققناش حاجه، وباكد على كلامك كابتن يوسف، لكن خطوه اولانيه مهمه جدا. 3-1 نتيجه مطمئنه على ما اعتقد يا كابتن يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، يعني انا بحمد ربنا، نتيجه جيده. لكن احنا قلنا من الاول اي نتيجه هتنتهي بيها اللقاء النهارده ده شوط اول، لازم ما نطمنش، لازم نعيش. خلاص الماتش انتهى، لازم ناكد تاني ونشتغل تاني ونشوف اخطائنا ايه، ونشوف النقاط الضعف اللي نقدر نستغلها هناك في المباراه. فلازم نعيش مباراه يوم الجمعه في رادس من دلوقتي. انا بقول مبروك النهارده، اللي احنا فرحنا الجمهور وطلع مبسوط، و 3-1 زي ما انت بتقول نتيجه، انا بقول جيده. مش عايز ابالغ، انا ما بحبش ابالغ خالص الامور دي، وباكد كلامي اللي حصل قبل اللقاء، ان انا قلت 180 دقيقه. النهائيات دايما خصوصا لما تكون بين فرق كبيره لازم تاخد ال 180 دقيقه كلهم. في شغل لسه تاني في مباراه رادس. انا بشكر اللعيبه النهارده، وبشكر كل الجمهور اللي جه النهارده، كانت حاجه روعه، حاجه روعه. ده جمهور النادي الاهلي، وهو ده الجمهور فعلا زي ما انا بنقول ودايما بنقول احنا مسؤولين النادي الاهلي، ان الجمهور هو صاحب الفضل الاول في بطولات النادي الاهلي. النهارده حاجه جميله جدا، اللعيبه نزلت الملعب، يعني شوف كم المعدلات الضغط والجري والروح اللي بنلعب بيها. طبعا مباراه فيها بعض المواقف وفي بعض العصبيه وفي بعض الحاجات الـ يعني عايز اقول نهائي، لكن احنا الحمد لله نطمن على المصابين بتوعنا. عندنا فتحي حمودي ان شاء الله يبقوا سلام، وان شاء الله نلحق نعمل لهم استشفاء وعلاج عشان يبقوا معانا، ونعيش المباراه على طول ابتداء من بكره مباراه رادس، لان لسه ما فيش اي حاجه مسكناها في ايدينا ولا في اي حاجه مضمونه. وقت المباراه ان ثلاث مواجهات يا كابتن يوسف، وبطوله واحده، مباراتين الاولتين ودي الاول مباراه، بتشوف ان يمكن صعوبه المباراه ان احنا بنواجه فريق ثلاث مرات في بطوله واحده؟ هو ثلاث مرات، والسنه اللي فاتت وقبلها، يعني بص الاهلي والترجي مسلسل كبير قوي، مسلسل كبير وتاريخ طويل من اللقاءات. لكن انا بحترمهم جدا، وبحترم فريق الترجي بشكل كبير، فريق كبير في افريقيا. زي ما انت قلت، يعني ثلاث مرات لعبناهم في دوري المجموعات، 0-0 هنا وبعدين 1-0 عندهم، النهارده 3-1. عشان كده بقول انا مش مطمن خالص غير الصفارة النهايه في رادس هناك. فعايز اقول للاعبتنا مبروك، لكن في نفس الوقت احنا مطالبين بالتركيز الشديد. انا قافل اعلاميا بعد اذنكم، قافل اعلاميا وبنشر من خلالكم ان مفيش اي حوارات الا بعد ان شاء الله المباراه الثانيه ان شاء الله. شكرا. جاي لك. بنشكر اكيد كابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم باعمال مدير الكره على هذه التصريحات. الفوز مهم والفرحه مهمه كابتن سيد. النهارده لعيبتنا كانت رجاله ضيعوا كتير، لكن صعوبه المباراه زي ما قلنا ثلاث مواجهات في بطوله واحده، امر صعب جدا فنيا، لكن الحمد لله 90 دقيقه الاولى زي ما قلنا قدرنا ان احنا ننجح بيها، باذن الله 90 الثانيه في رادس نرفع الكاس ونوصل الى كاس العالم للانديه. مستمرين معاك يا كابتن سيد من خلال شاشة قناة الأهلي وملعب الأهلي ولقاءات خاصة حق فوز النادي الأهلي على فريق